السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين اختر على الدرس السادس هندسة، أو الدرس الثاني في الوحدة الثانية هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2025، وهو درس نظرية تاليس. نظرية تاليس هو مكمل للدرس اللي فات اللي هو المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة، دي تعتبر حلقة خاصة منهم. درس سهل وتمارينه صغيرة، هم 17 سؤال اختر وأعتقد 15 سؤال مقالي، وهنحل معاك الاختبار بفضل الله. بص يا باشمهندس، احنا خلصنا 5 دروس جبر وفاضل لنا درس، خلصنا 4 مثلثات فاضل 2، ولما نخلص حصه النهارده يبقى فاضل 2 هندسه. فالخطه هنمشي ايه؟ اول ما نخلص نظريه التاليس بتمارينه كلها هنرجع نخلص فرع الجبر اللي هو حل المتباينات، وبعدين نخش على فرع حساب المثلثات نخلصه، اللي هم اخر درسين، هم درسين سهلين جدا بنخلصهم ورا بعض باذن الله. وبنرجع بقى للهندسه بنخلصها، اللي هو يعتبر درس واحد اللي هو منصفه الزاويه، وعكس النظرية ده مرتبط بمنصفة الزاوية إن شاء الله. لو أنت أول مرة شفتني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول واحدة بيقول لي في الشكل المقابل أ ب إلى ب ج إلى ج د. طيب بص يا باشمهندس، نظرية التاليس بتقول لك إيه؟ لو أنا معايا قطعين قطعوا عدة مستقيمات متوازية، المستقيمات المتوازية هنا اللي هي بالنسبة لي الألف هاء والواو جيم والميم جيم. طب القطع الأول اللي هو ده اللي أنا عامله بالأزرق ده، ده اللي هو ده اسمه الألف دال، والقطع الثاني يا باشمهندس اللي هو ده أهو اللي هو بالأخضر ده اللي هو الميم هاء. كلام جميل جدا وزي الفل. طيب دلوقتي يا باشمهندس ده القطع الاول وده القطع الثاني، فقال لك ان اجزاء القطع الاول بتتناسب مع اجزاء القطع الثاني. فلو انت ملاحظ هو واخد الالف ب الى ب ج الى ج د، حلو جدا. فقال لك الف ب الى ب ج الى ج د، دي اجزاء القطع الاول بتساوي النسبه ما بين اجزاء القطع الثاني. القطع الثاني باخد اللي قصاد الالف ب يبقى الباء هاء، يبقى اول حاجه باء هاء الى اللي قصاد الباء جيم اللي هي ب واو، يبقى ب واو الى اللي قصاد الجيم دال اللي هي واو ميم، يبقى الى واو ميم. بس خلاص، يبقى انا بالنسبه لي باء هاء الى باء واو الى واو ميم اللي هي دي، ما هاء باء هي الباء هاء وادي الباء واو والواو ميم. طب في ناس بتكتبها بطريقه ثانيه، ما خلي بالك دي نسبه وتناسب. بعمل ايه؟ باخد الالف باء على الجزء اللي قصادها اللي هو الهاء باء، بيساوي الباء جيم، ها الباء جيم على الجزء اللي قصادها اللي هو الباء واو، هيساوي طبعا الجيم دال على الجزء اللي قصادها اللي هو الواو ميم. فالنسبه بين البسط هي النسبه ما بين المقام يا باشمهندس. خلاص حلو قوي. رقم 2 بيقول لي في الشكل المقابل هات لي الالف ايه. ها عندي عده مستقيمات متوازيه اهو، ده بيوازي ده بيوازي ده، القطع الاول اللي هو الالف دال والقطع الثاني اللي هو الباء جيم. انت عايز مين؟ عايز الالف ايه؟ ركز معايا عشان احلها لك بطريقه سهله. مش انت عايز الالف ايه ده كله؟ اه. طيب انا هاخد الالف ايه على ايه دال، هو انا ممكن اخد اي جزء؟ اه، قال لك الالف ايه على ايه دال هتساوي اللي قصاد الالف ايه من القطع الثاني اللي هي الحته دي من باء لحد واو، مش دول حتتين اللي هو من الازرق؟ يبقى لازم اخد في الاحمر حتتين، يبقى هي عباره عن ب واو على اللي قصاد اليه دال اللي هي واو جيم، وهي كده هنجيبها في خطوه واحده بدل ما نجيبها في خطوتين. فبالتالي يبقى الف يه على يه دال، يه دال اللي هي بكام؟ دي بثلاثه؟ ثلاثه اعتقد، لان هي مش واضحه قوي. الكلام ده هيساوي ها الب واو، الب واو اللي هي 3 و5 8 على اللي قصاد اليه دال اللي هي الواو جيم اللي هي ب2. بس كده احنا خلصنا، يبقى الالف يه بتساوي ده في ده، يبقى 3 في 8 ب24 على 2 يبقى فيها ال 12 سم. يبقى اذا الالف ايه ب12 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار د. ويبقى احنا كده جبناها بخطوه واحده بدل ما نجيب الالف ايه والهي ايه. طيب رقم 3 بيقول لي في الشكل المقابل مدي لي اطوال، فبيقول لي الالف ايه. طب انا عندي عده مستقيمات متوازيه، ده بيوازي ده بيوازي ده، بيقول لي ده الالف ب25، الالف دال ده كله ب21 معذره ده كله. طيب بيقول لي ان الميم جيم ب5، طب ما الواو ميم قدها ب5، طب الواو ب قال لك ب4. طب انت عايز مين؟ عايز الالف ه. الالف ه ده موجوده في القاطع الاولاني،
وانا عارف طوله كله خلاص، انا هاخد الالف ه على القطع كله، يعني هاخد الالف ه على القطع ده كله اللي هو الالف د، هيساوي اللي قصاد الالف ه اللي هي ب واو على القطع التاني كله اللي هو ب ج، يبقى هاخدها على ب ج. حلو قوي. فالالف ه اللي انا عايزها على الف د اللي هو مديهوله ب21 هيساوي ال ب واو ب4 على ال ب ج كله 5 و5 10 وكمان 4 يبقى 14. يبقى اذا الالف ه بيساوي ده في ده، يبقى 4 في 21 على 14. بس يبقى 4 في 21 على 14 طلعت معايا ب6 صح. خلاص يبقى اذا الالف هاء ب6، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي ها برضه ثلاث مستقيمات متوازيه، فبيقول له طول الجيم س. خلي بالك جيم س هو عايز القطع ده كله، طب انا عارف منه حته خلاص، هاخد الجزء على الكل، يعني هاخد جزء من القاطع اللي هو جيم هاء على القطع كله اللي هو الجيم س، هيساوي اللي قصاد الجيم هاء تحت اللي هي الدال واو على القطع اللي تحت كله اللي هو الدال صاد. بس كده يبقى الجيم هاء اللي هي 20 على الجيم س اللي انا محتاجها هتساوي الدال واو ب15 على الدال صاد كلها اللي هي دي 15 و33 يبقى 48. ومن هنا يبقى الجيم س بيساوي اضرب مقص دي في دي، يبقى 20 في 48 على 15. 20 في 48 على 15 طلعت معايا ب64 سطر. خلاص يبقى اذا الجيم س ب64 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. السؤال رقم 5 بيقول لي في الشكل المقابل ثلاث مستقيمات متوازيه، فبيقول لي الالف س، طب الالف س ده اللي هو بكاف، طيب دي كاف على اللي قصادها اللي هي 4 هيساوي هنا ال 8 على اللي قصادها اللي هي 2 كاف، يبقى 8 على 2 كاف. حلو. الوقت لو ضربت مقص يبقى 2 كاف في كاف ب 2 كاف تربيع، 4 في 8 ب 32 هقسم هنا على 2 وهنا على 2 فدي تروح، يبقى الكاف تربيع ب 32 على 2 فال 16. هاخد جذر هنا وجذر هنا، الجذر يشيل لك الاس يفضل لك كاف، الاس زوج بموجب وسالب وجذر 16 4. يا باشمهندس ده اطوال، ايوه يبقى استبعد السالب، كلام مظبوط، يبقى الكاف بكام؟ ب 4. خلي بالك الالف س هي هي الكاف، يبقى اذا الالف س بكام؟ ب 4 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. رقم 6 برضه عندي ثلاث مستقيمات متوازن، بيقول لي اذا كان الالف ب ب3 والب ج ب5 ومدي لي دي س زائد 1 ب2 س، عايز قيمه الس، ما هي نفس الفكره، س زائد 1 على الجزء اللي قصادها اللي هو 3، يبقى س زائد الواحد على 3 هيساوي 2 س على اللي قصادها، يبقى 2 س على 5. اضرب مقص يبقى 3 في 2 س ب6 س هيساوي 5 في س ب5 س و5 في 1 ب5، ودي دي يبقى 6 س ناقص 5 س بس واحده بتساوي 5. يبقى اذا قيمه الس ان شاء الله بكام؟ ب5، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعده رقم 7 في الشكل المقابل، اذا كان الالف ب الى ب ج الى ج د قد بعض والسين لامدا كله ب 12 عايز السين عين، في عندك نظريه. قال لك لو انت عندك عده مستقيمات متوازيه وقطعها قطعين، ايوه ايه الجديد؟ قال لك لو اجزاء القطع الاولى متساويه بنستنتج ان اجزاء القطع الثاني متساويه. يعني هنا س ص قد ص عين قد عين لام، س ص بتساوي ص عين بتساوي عين لام. طب هل بتساوي نفس اجزاء القطع الثاني؟ قال لك لا مش شرط، يعني مثلا لو دي 2 ودي 2 ودي 2 لازم يبقى دول اتنينات؟ قال لك لا، المهم ان الاجزاء هنا متساويه والاجزاء هنا متساويه. حلو. طب ما انت مدي لي ان دي كلها ب 12 فهي اتقسمت لثلاث حتت قد بعض، يبقى اذا دي ب 3 ودي ب 3 لا ب 4 بقى، هي 12 مش 9، يبقى الحته دي ب 4 ودي ب 4 ودي ب 4، يعني كل واحد فيهم ب 4. فبيقول لي السين عين بكام؟ السين عين اللي هي دي، فدي عبارة عن 4 و4 8 فهي 8 سم مبدئيا. طب بيقول لك 4 أكيد غلط. طب بيقول لك الصاد لام، تعالى شوف هي بتساوي مين. خلي بالك من الصاد لحد اللام دول حتتين، ف 4 و4 8، ما هي السين عين بتساوي الصاد لام لأن كل واحدة ب 8 فدي صح. طب الألف جيم، خلي بالك أنا مش عارف أجزاء القطع الثاني، طب البيه جيم برضه أنا مش عارف أجزاء القطع الثاني، مش عارف أطوالها كام، يبقى فعلا الإجابة الصح
هي صاد لام. 8 بيقول لي اذا كان باء دال ب14 نفس الفكره، عده مستقيمات متوازيه اجزاء القطع الاول متساويه، نستنتج ان اجزاء القطع الثاني متساويه. يبقى اذا الالف ب قد الب ج قد الجيم د. بيقول لك ان ب د ب14، يعني من هنا لحد هنا يعني حتتين ب14، يبقى كل واحده ب7، يبقى دي برضو بكام؟ ب7. يبقى اذا كل واحده فيهم ب7. طب بيقول لك اذا الالف جيم بكام؟ خلي بالك من اول الالف لحد الجيم دول جزئين، يعني 7 و7 يبقى 14، يعني الاختيار ب هو الصح، مش مستاهل اي حاجه. طيب رقم 9 بيقول لي في الشكل المقابل عايز مني قيمه السين. عندي مستقيمات متوازيه، فهاخد السين على اللي قصادها اللي هو 12، يبقى سين على 12 هيساوي الجزء ده اسمه 2 سين زائد 10 على اللي قصاده اللي هو كام؟ دي 30 اعتقد. خلاص؟ ولا 20؟ هي مش واضحه قوي، بس هي بالنسبه والتناسب للي فوقها هي 30، ماشي. هنعمل ايه؟ هنضرب مقص 30 في سين ب 30 سين. 12 في 2 سين ب 24 سين. و12 في 10 ب 120. حلو. هنجيب دي هنا. 30 ناقص 24 يبقى 6 سين ب 120. هقسم هنا على 6 واقسم هنا على 6 فده هتروح، يبقى السين 120 على 6 يعني السين ب 20 سم. هو عايز قيمه السين؟ اه، اقول له ان شاء الله ب 20 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب. خلاص؟ دي 2 في 20 2 في 20 بكام؟ ب 40. 40 زائد 20 زائد 10 يعني الحته دي طولها 50. طب ما دي سين دي 20. خلي بالك لو قسمت 20 على 50 اللي هي 2 على 5، ولو قسمت 12 على ال 30 هنا على ال 6 فقال 2 على ال 6 فقال 5، يبقى فعلا النسبتين مالهم متساويتين. دي لو انت عايز تتاكد من الحل. رقم 10 بيقول لي اذا كان س اكبر من 2 فايه؟ ماشي. مبدئيا ال 3 على اللي قصادها لان عده مستقيمات متوازيه، يبقى ال 3 على السين بتساوي الصاد على اللي قصادها، يعني الصاد على ال 2. اضرب مقص يبقى س في ص بس ص هيساوي 2 في 3 ب 6. بيقول لك لو السين ده رقم اكبر من الاثنين، بص يعني لو السين دي رقم اكبر من الاثنين يعني مثلا 3، ف 3 في كام تديك 6؟ اكيد 3 في 2. طب لو السين دي ب 4، 4 في كام تديك 6؟ 1.5. طيب لو السين دي ب 6، ما اكبر من الاثنين، 6 في كام تديك 6؟ 1. فانت ملاحظ ايه؟ لما كانت السين ب 3 الصاد ب 2، حلو. لما كانت بأربعة بقت 1.5، كلام جميل. لما تبقى 6 تبقى 1، يعني انت ملاحظ ان كل ما قيمة السين بتزيد قيمة الصاد بتقل. فبيقول لك لو السين اكبر من الاثنين الصاد بكام؟ اكيد يا باشمهندس ان الصاد هتبقى اقل من 3. هل ينفع تساوي 3؟ لا. ليه؟ لان ان هي نسبة وتناسب. لو الصاد دي ب3 والسين اكبر من الاثنين وليكن يا عم 2.1، لو ضربتها في 3 تطلع ب 6.3، يعني انت بوظت الناتج، فغلط. طبعا اكبر من 3 لا. اقل من ال 3؟ لا يا باشمهندس. ولا ينفع؟ لا تنفع طبعا. لو هي اقل من ال 3 زي ما احنا شفنا اهي 2.5، 1، اكبر من او يساوي ال 3 فهي دي اللي غلط، يبقى لازم ان الصاد اقل من ال 3. خلاص؟ لو السين اكبر من الاثنين هي نسبه وتناسب، لو السين دي زادت عن الاثنين لازم الصاد تقل عن ال 3 يا باشمهندس، لان 2 في 3 بكام؟ ب 6. 11 بيقول لي اذا كانت الاطوال مقدره بالسنتيمتر فان س زائد ص. انا عندي عده مستقيمات متوازيه. طيب لو ممكن اخد ال 12 على اللي قصادها اللي هو الص بيساوي 20 على اللي قصادها اللي هو س زائد 7، بس دول معادلتين في مجهولين. طيب ايه رايك هاخد الس ناقص 8 على اللي قصادها اللي هي 12، يبقى س ناقص 8 على 12 هيساوي، انا هاخد الحته دي اللي هي س زائد 2 على اللي قصادها هناك اللي هي 20، يبقى س زائد 2 على 20. دي كده في معادله في مجهول واحد اقدر اجيب منها قيمه الس. لو انا عايز اظبط الدنيا شويه انا ممكن اقسم هنا على 4 فيها ال 3، هنا على 4 فيها ال 5، واضرب مقص يبقى 5 في س ب 5 س، و5 في سالب 8 بسالب 40، 3 في س ب 3 س، و3 في 2 ب 6. هنودي دي يبقى 5 س ناقص 3 س ب 2 س، وهنجيب دي يبقى 40 وكمان 6 46،
هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين فده هتروح. يبقى قيمة السين ب 46 على الاثنين يعني 23، ده دي السين بس ب 23 خلاص. فطبعا انا ممكن استبعد دي واستبعد دي لان السين لوحدها ب 23. تقول لي ما يمكن الصاد بعدد سالب، يا عم في اطوال بالسالب ما ينفعش. طيب بنفس الطريقه بقى هعمل ايه؟ خلي بالك انت عرفت ان السين ب 23، فاخد ال 12 على اللي قصادها اللي هو الصاد، هيساوي 20 على اللي قصادها سين زائد 7. ما انا جبت السين ب 23، يعني دي 23 زائد 7 يعني 30، يبقى دي بكام؟ ب 30. ممكن اختصر دي على 20 على 10 فيها ال 2 على 10 فيها ال 3. يبقى اذا قيمه الصاد بتساوي ده في ده، يبقى 12 في 3 ب 36 على ال 2 يبقى 18. يبقى اذا الصاد ب 18، يبقى دي عباره عن 23 زائد الصاد ب 18 يبقى 41. يعني الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. خلاص كلام جميل. 12 بيقول لي اذا كانت الاطوال مقدره بالسنتيمتر فان قيمه السين، ها الستة على اللي قصادها اللي هو 10 هيساوي سين زائد 2 على اللي قصادها اللي هو 15 هيساوي التلاتة على اللي قصادها اللي هي الصاد. خلاص هنحل كل واحدة لوحدها. من هنا السين زائد 2 بتساوي ده في ده، يعني 6 في 15 على ال10. 6 في 15 ب 90. خلاص 90 على 10 فيها 9 اهو، 6 في 15 ب 90 على 10 فيها 9 يبقى 9. هنودي الاثنين الناحيه الثانيه، يبقى السين 9 ناقص 2 ب 7، يبقى اذا السين ب 7. هاخد النسبه الاولى مع الاخيره دي عشان احسب الصاد، هتساوي يبقى 10 في 3 ب 30 على اللي قصاد الصاد اللي هي 6، 30 على 6 فيها 5 يبقى الصاد ب 5 بس. فانا كده جبت ان السين ب 7 زائد الصاد ب 5، 7 و5 12، اختيارك دال هو الصح. السؤال اللي بعده رقم 13 بيقول لي ب ه على دال نون بكام؟ طيب ركز معايا، هو الوقت مدي لي الالف ب قد الجيم دال، فدي ب 3 يبقى دي برضه ب 3. فبيقول لي بقى ه على دال نون، ركز معايا الله يكرمك، هو دلوقتي دخل جوه المثلث، طالما دخل جوه المثلث يبقى خلي بالك ان انت هتحل بالتشابه. طب هشابه مين؟ انا عندي بقى ه بيوازي دال نون، ب ه بيوازي د ن، فانا هشابه المثلث اللي فوق اللي هو ا ب ه بيشابه المثلث الكبير خالص اللي هو ا د ن، صح؟ لان ا مشتركه وباء قد د وه قد ن. حلو، لو انا رصيت النسبه يبقى ا ب على ا د، الحرفين هنا ب ه على د ن، صح؟ مش هو بيدور على ب ه على د ن؟ اه، يبقى ب ه على د ن بتساوي الالف ب، الالف ب اهي ب 3 على الالف ده كله 3 و3 6 وكمان 2 يبقى 8، يبقى النسبه 3 على ال 8 اللي هو الاختيار. خلاص لما تدخل جوه المثلث اعرف ان انت بتحل بالتشابه. في ناس يا باشمهندس تقول انت تعب نفسك ليه، ما هي جزء على كل، انا ما بحبش احفظها، بحب اكتب التشابه واعود ايد على التشابه. 14 بيقول لي ألف ألف شرطة، لو أنا ملاحظ ألف ألف شرطة دي جوه المثلث يبقى هيحل بالتشابه، وأنا عارف الضلع ده اللي هو 48 يبقى أكيد هشابه أصغر مثلث بالكبير، لأن أصغر مثلث في الضلع ألف ألف شرطة والكبير في الضلع اللي أنا عارفه. طب بيقول لي التلات حتت دول قد بعض، يعني لو دي سين فدي برضه سين فدي برضه سين فدي برضه سين. طب أنا عندي الألف ألف شرطة بيوازي الدال دال شرطة، يبقى المثلث الصغير اللي هو مين ألف ألف شرط بيشابه المثلث الكبير اللي هو مين دال دال شرط بالشكل ده كده. خلاص حلو، أول حرفين اللي هو ميم ألف على أول حرفين هناك ميم دال، ودي النسبة مش هتفيدني أوي، هيساوي الألف ألف شرط على الدال دال شرطة، والأول مع الأخير ميم ألف شرطة على ميم دال شرطة. قلنا ميم ألف وميم دال، أنا مش، لا ده ميم ألف وميم دال ده أنا عارفهم، ده دي اللي مش هتفيدني. تمام، الميم ألف اسمها سين، على الميم دال كلها سين وسين 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 يبقى 4 سين. خلي بالك لو الأجزاء دي متساوية نستنتج أصلا إن الأجزاء دي برضه متساوية، بس مش قدها، يعني ممكن أرمز لدي كاف دي كاف دي كاف لو كاف، بس ملهاش لازمة يعني. خلاص
الالف الف شرطه اللي انا محتاجها، عدال ده الشرطه اللي هي 48. طبعا من هنا السين تروح مع السين، حلو. يبقى بالنسبه لي بسط على بسط، يعني الالف الف شرطه هيساوي ده في ده، يبقى 1 في 48 ب 48 على 4، 48 على 4 فيها ال 12 سنتي، يبقى الالف الف شرطه ب 12. اختيار الجيم ان شاء الله هو الصح. السؤال اللي بعده رقم 15 بيقول لي اذا كان الباء جيم ده كله ب 35، بيقول لي الجيم واو الى الواو الف بيساوي نص، يعني الجيم واو دي نسبتها 1 والواو الف نسبتها 2. لو انت ملاحظ دي موجوده في المثلث جيم الف نون، لو الواو جيم نسبتها 1 يبقى الميم جيم اللي قصادها نسبتها 1، ولو الالف واو نسبتها 2 يبقى النون ميم نسبتها 2. طب ما النون ميم قد النون هاء، يبقى النون هاء برضه نسبتها 2. فاضل الباء هاء، ده لازم اوصل له. اقول لك سهله، بص كده، عشان انا عندي الدال هاء بيوازي الالف نون. ايوه يا باشمهندس، طالما عندي توازي باجزاء متناسبه، طب ما اجزاء القطع ده اللي هو الباء دال قد الدال الف، فبالتالي يبقى الباء هاء قد الهاء نون، يعني الباء هاء كمان قدهم بسبب ان الباء دال قد الدال الف، يبقى الباء هاء برضه نسبتها 2. حلو جدا. يبقى انا بالنسبه لي ده كله بقى نسبته 2 و2 و2 6 وكمان 1 7. سماها يا عم 2 س، يعني كل واحده حط لها س اهو. يبقى بالنسبه لي باء ج كله عباره عن 7 س بيساوي 35. اقسم هنا على السبعة واقسم هنا على السبعة فلا تروح، يبقى السين بخمسة وتلاتين على السبعة فال خمسة. خلي بالك أنا كده عرفت قيمة السين، يعني الباء هاء دي اتنين في خمسة بعشرة والهاء نون بعشرة. تعالى بس نبعد عن الحل، دي بعشرة ودي بعشرة ودي بعشرة ودي نسبتها واحد يبقى بخمس، والواو جيب نسبتها واحد يبقى بخمس، والألف واو يبقى بعشرة، جبنا أطوال كتير. أو بيقول لي الباء هاء، ما خلاص إحنا خلصنا، الباء هاء نسبتها كام؟ 2 س، يعني بالنسبه لي ب 10 يا باشمهندس. خلاص الباء هاء احنا عارفين ان هي 2 س، يعني 2 في 5 ب 10. السؤال اللي بعده رقم 16 بيقول لي ا ب ج ده المربع طول ضلعه 6، ده مربع طول ضلعه 6، يعني ال ب ج 6 والالف دال 6 والدال ج 6 والالف ب كله 6 متقسم لثلاث حتت قد بعض، يبقى 2 2 2. عايز مني مساحه الشكل س ص واو ه، س ص واو ه اللي هو الشكل ده، الشكل ده متوازي اضلاع، تجيب مساحته ازاي؟ مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع بتاعه، او تجيب لي مساحه المثلث ا واو ص وتطرح منها مساحه المثلث ا ه س، الاثنين صح. طب الوقت يا باشمهندس اعمل ايه؟ خلي بالك انت كده عرفت ارتفاعه باثنين، لو عرفت تجيب لي ال ه س والواو ص تبقى برنس. طب ما تيجي نجيبها لك بطريقه سهله، تعالى كده، مش انا الوقت يا باشمهندس الالف جيم ده قطر مربع؟ اه، يعني دي 45 دي 45، خلي بالك دي 90 وعندي توازيات، يبقى دي كلها 90. لو دي 45 يبقى دي 45 ودي برضه 45 بالتناظر ودي برضه 45. طب انت بتعمل ليه كده؟ ده انا هقول لك، لو دي 45 ودي 45 يبقى المثلث الف ه س متساوي الساقين، يعني ال ه س قد الالف ه، يعني دي باتنين. الله عليك. طب ما برضه دي 45 ودي 45 يبقى المثلث ألف واو ص متساوي الساقين، دي كلها بأربعة يبقى الواو ص بأربعة، إحنا خلصنا. يا إما بقى تجيب مساحة اللي فوق نص في 2 في 2 ومساحة الكبير نص في 4 في 4، أو تعمل الطريقة السهلة دي، مساحة الشكل ده شبه منحرف، يبقى مساحته عبارة عن ه س زائد واو ص على 2 اللي هو مجموع القاعدتين المتوازيتين على 2 في الارتفاع اللي هو واو ه. تعالى نعوض كده، ال ه س ب 2 زائد الواو ص ب 4 على 2 في واو ه اللي هي 2، شيل ال 2 ده مع ال 2 ده يبقى 2 زائد 4 بكام؟ ب 6. يبقى اذا مساحه الشكل ده ب 6، ويبقى الاختيار ده اللي هو الصح، ودي اسهل طريقه ممكنه للسؤال ده. السؤال 17 بيقول لي في الشكل المقابل هات لي س و ص زوج مرتب. طبعا انا عندي توازيات، فاخد س ناقص 1 على اللي قصادها اللي هي 8 هيساوي دي كام؟ 3 ولا 2؟ مش واضحه بس هي غالبا 3. 3 على اللي قصادها اللي هي ص هيساوي س زائد 2 على اللي قصادها اللي هي 12. خلاص؟ طب بالعقل اكيد هحل الاولى مع الاخيره، ليه؟ لان دي س ودي س. طيب هنا هنضرب 8 في س ب 8 س، و8 في موجب 2 ب 16،
12 في س ب 12 س، و12 في سالب 1 بسالب 12. هنجيب دي هنا يبقى 12 ناقص 8 يبقى 4 س، احنا جبنا دي هنا يبقى نودي دي هناك، 12 و16 يبقى 28 على 4 على 4 دي تروح يبقى الس ب7. يبقى انا وصلت ان قيمه الس ب7، يبقى الزوج المرتب بتاعي اوله 7، ولو جيت بصيت في الاجابات الوحيده اللي اولها 7 دي. طيب تعالى نتاكد ان الصاد ب4. خلي بالك انت جبت السين بكام؟ ب7، يعني دي 7 ناقص 1 6. خلاص؟ لو عايز اجيب الصاد هضرب مقص، يبقى 3 في 8 ب 24 على اللي قصادها اللي هي 6. 24 على 6 في ال 4، يبقى فعلا الصاد بكام؟ ب 4، يبقى هو الزوج المرتب 7 و4. خلاص؟ ده كده اعتقد اخر سؤال. بس كده فضل الله يا باشمهندس يبقى احنا خلصنا تمارين اختار بالكامل على درس نظريه تاليس. التمارين سهله وبسيطه، هحل معاك ان شاء الله المقالي والاختبار، وبعد كده قلنا هنرجع لفرع الجبر نختمه ان شاء الله، ومن بعد حساب المثلثات نختمه ان اراد ربنا، ومن بعد بقى الهندسه نختمها ان شاء الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. شكرا على خير، الفيديو الجاي كان معاك مهندس حسام من قناة حسام رياضيات، وشكرا جدا.